اي وقت اللي دخلت هدول الاسلام علينا المسلحين فرضوا علينا هاي دولة اسلامية. ما بصير كنا نروح على الكنيسة. على الباب ما بصير نوقف، على الشباك ما بصير نوقف، يعني ما بصير يشوفونا. وقت اللي اجونا هيك شوي صعب علينا وظالمين هيك واخذوا رزقنا واخذوا اموالنا واخذوا بدوقنا. جب سيارة خصوصي وراح إسعاف ممر إنساني. ونحن بهالعمر بهالكبر السن وبهالعمر صرنا نحن نازحين في بلدنا، ولا زال صرنا لاجئين في وطننا في بلدنا. يعني كنا خايفين من حلب لأنه سكان شوي. نحن جينا على حلب مرضنا، ما بحسن نطلع. أنا واحد ما جيت لهون هلق صار لي 6 أشهر ما فتحت الباب وطلعت، إسا ما بحسن. ما في عنا معيشة نعيش فيها ما عنا. طيب يساعدونا. أشكر الله. كيفك مرحبا؟ وكسينة البشارة دائما لطرفنا الحمد لله. هون نحن كلياتنا جوات بيتنا منصلي، منصلي بيتنا عوشنا، نحضر قداس، منروح على الصلاة. كل هالشي صار معنا ونحن مؤمنين بربنا. نحن نشكر كنيسة المتألمة اللي عم تدعم كنيسة البشارة جاسة المسيح اللي عم تدعمنا وتعطينا ولنعيش حياتنا. بتوقع تكون خير علينا وعلى العالم كله، وبريد السلام. بس بقى الرب هو اللي بيعرف ايش بده يصير لعيد الميلاد، ما حدا بيعرف غير ربنا. ولد المسيح هللويا.